FM. الكلمة ليك. اسمع ما تلزنيش باش نقول لك حتى اسم. جو نفي با دير اوكان نو. داير في الكتاب نتاعي ما قلتش حطيت ما قلت حتى اسم. حكيت على الحاشية ما قلتش. جبدت على الحاشية وجبدت على العناصر. فما عناصر دي كورتيزون ما يساعدهمش باش يكون واحد وطني صديق وقريب لي ويأثر عليه. يفالي ليليميني. كوت كوكوت. عملوا بارتو لي مويان. مش نحكي لك في القصر. في القصر كانوا ناس وطنيين كيما سي محمد جغام وكيما سي جيري وكانوا واحد الا يخدموا في البلاد ويخدموا وينصحوا في بن علي. وكانوا ما يحبوش يخليهم يحاولوا لان في القصر كانت عناصر دي كورتيزون. فما مره انا مشيت انا وزير مواصلات وقتها مشيت في حفل ثقافي وانا ماني قاعد القدام يحطوني الامام عند الشافة معمول وقتها شتي وزير القدام انا قاعد والرئيس يخطب كل كلمة اللي يقولها مش نعطيهم ديمنيتي تقوم لعباد صفق وتقعد صفق وتقعد مرة الاولى مرة ثانية مرة ثالثة مرة ما قمتش ايواش ما قمتش اندراس هيت واندراج اللي فيه اكسبري جيو بلي ما قمتش immédiatement après le lendemain parmi les courtisans qui étaient là et j'ai beau le vidéo قلنا لك الحبيب عمار هاوكا ما صفقش هاوكا كي شنو يعيط هو كما تعرفوا معناها بالحماس نتاعو يبرون ديسيجن يعيط سي حمادي برحومه الكولونيل برحومه صديقي توا ومازال حي عيط له قال له هذا حبيب عمار ما عادش تستدعاه البروتوكول ما نحي ما عادش تستدعاه البروتوكول وقال له دايور اي نون با بور لونتون قال له سيد الرئيس الحبيب قال له قلت لك ما عادش تستدعاه اقزر قال له الناس كل تصفق هو ما صفقش وانا على نيتي ما قالوليش مشينا انا ما في باليش هذا الكل ما في باليش به انا قاعد في بيرويا في الوزاره جاني عبد الحفيظ الهرقام قال لي سي الحبيب قعدنا نحكي وانا وسي عبد الحفيظ ومن بعد قال لي غدوه نتلاقاو في القصر قلت له فما في القصر قال ما عاد بالكش في القصر فما لا جورني دو سافوار ولا شنو قلت له والله لا نعرف الشيف دو كابيني ما قال ليش هي خرج عبد الحفيظ عيط سي الحاج القلاعي مون شيف دو كابيني قلت له يا حاج اخي ما شتناش استدعاه قال لي لا ما جاناش قلت له برا شوف هي طلب بروتوكول قال له والله يشوف مع سي جيري كلم جيري قال له سي محمد راهو ما جاناش استدعى قال له لا ماهوش مش يجيكم الوزير ماهوش مستدعي رجع لي قال لي سي الحبيب راهو الناس كل استدعوه من انت جي كومبري سيتي ما فان اون سيمانا بري جيتي اليميني جي كومبري هذا شنو يدل يدل على الاشخاص لي كورتيزون كي تي اوتور دو بريزيدون اذا البريزيدون تغير في سيرته وتغير في وحده وكل المبادئ الاولانيه اللي بدا بها وكل الوطنيه وكل تبين هما لي كورتيزون اللي اثروا عليه وما يخليو حد يقرب انا جيتي لا بيرسون وزير داخليه كيفاش وزير داخليه ستريكت كاتيجوريك وطني يعمل لك ما يساعدهمش ولهذا اول حاجه قالوا له راهو كيما عمل معاك يعمل لك نحي وقتها بدات عاد الاطراف ولعبوا فيها برشا رجال امن انا ما ساعدهمش على خاطر هو متاعو ما ساعدهمش يحكم فيهم واحد اخر بعد ما حكم فيهم قداش من عام وهما سيزوم في دال مش يجيو افيك كلكان دوتر وقتها بداوا يلعبوا وبداوا يحطموا فيها وحطوني في الليني دومير حتى لنهار انا جيت ماشي للوزاره نلقى روحي اون سيركلي اون ريزيدونس سيرفي للدرجه هذه كانت وقتها معناها مش مجرد واحد لا لا تحت شبه اقامه جبريه قعدت اقامه جبريه 15 يوم حتى حد ما يدخل لي حتى حد بخلاف الطب الله يرحمه سي بشير مكني ودكتور عز الدين قديش ولا كمال ساسي مون شيف دو كابيني ولا جاني سي عبد الحميد الشيخ ومعاه منصر الرويسي جاوني يطلوا عليا ومنصر الرويسي كان يجي ويقول له يقول له مش نمشي نطلع على الحبيب يقول له برا مشي له فهمت اما جيت اون ريزيدون سيرفي وبعد جات النمسا وقرار انك تمشي لبرا هذيك جاء قرار مش نمشي لبرا اش حسيت وقتها انت سي حبيب معناها كيما يقولوا تخلص بالمذخم هكا برا نتخلصوا منك هكا سفير لبرا في النمسا رفضت انا قعدت بعد ما عديت الاستشهاد اللي نفاتي وزاره الداخليه
وصلت سيريموني وعديت فيها ومشيت على روحي قعد ومن بعد الداخل سي منصر والعمان قالوا لا نسميوه كونسيي وبريد دو بريزيدون في الفتره هذه حتى يجي التغيير نتاع الحكومه. سماني كونسيي لكن من غير ما ندخل القصر حط ساقي في القصر. شتي كونسيي دو بريزيدون دو لا ريبوبليك بدون ما نحط ساقي في القصر. قاعد في الدار ياك. من بعد ما سماني كونسيي دو لا ريبوبليك جاء نهار حيطوا لي قالوا لي الرئيس جي. مشيت له دخلت للرئيس نلقى بحذا سي نادي بكوش برمي مينيستر وقعد وانا قعدت وقت قبلني قعد قال لي ولا دون اينور ادمي مش نعنوا على الحكومه الجديده انت مش نبعثوك سفير اختار ما بين بيرن وفيان. قلت له انا ولادي ما زلت تقرا وبنتي ما زلت تقرا وعندي بنيه صغيره. قلت له سيد رئيس بارك الله فيك انا لا نحب لا بيرن لا فيان نحب نقعد قاعد. قال لي لا خمم وحط يديه فوق راسه وتقلق من الريبونس بتاعي. قال لي زيد فكر. وليت قلت له سيد رئيس راني فكرت وقمت وخرجت. حيته وخرجت وخليته هو الهادي بكوش يختلط عليها سي الهادي بكوش للدار. قال لي يا حبيب كان تقعد تو يقلقوك يقلقوا ولادك يا حبيب برا اخرج سي الهادي. قال لي هيك قال لي برا اخرج وانا بير نعرفها سي با نتاعك انت امشي لفيان. وقتها تهمت مع ولادي وقلت لهم وعائلتي وليت مشيت لفيان خليت مرتي هنا ولادي هنا يقراوا. هزيت معايا كان البنيه لازتني مش نكتب الكتاب ولا عاشت معايا عده احداث هزيتها هي اللي معايا ومشيت لفيان وعشت في فيان. الكلمه ليك